نبقى دائما في الشان التونسي بعد الهجوم الإرهابي التي عرفته العاصمة تونس متحف باردو والذي خلف 23 قتيلا و47 جريحا. اجتمع بباريس الوزيرة التونسية طيب البكوش ووزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف في إطار دعم فرنسا لتونس في حربها ضد الإرهاب، وكذلك تمهيدا لزيارة الرئيس التونسي لفرنسا مع عدد من المسؤولين التونسيين. هدى فتوان. استقبل اليوم الوزير الفرنسي برنار كازنوف وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش غداة الهجوم على متحف باردو بتونس يوم الأربعاء، والذي راح ضحيته أكثر من 20 شخصا أغلبهم أجانب. الزيارة جاءت تمهيدا لزيارة الرئيس التونسي إلى فرنسا الأيام القليلة القادمة. وفي نفس السياق أعرب مانويل فالس من منبر آخر عن مساندة بلاده لتونس في حربها ضد الإرهاب. En Tunisie, témoigne de la gravité des risques auxquels nous devons faire face. Notre pays a été frappé début janvier. En février, c'était Copenhague. Début mars, Bamako, avec la mort de l'un de nos compatriotes. L'an dernier, il y a eu Bruxelles, Sydney, Ottawa. Et vous le savez, nous déjouons, nous, les pays concernés par cette menace, régulièrement, des tentatives d'attentats. من جهة أخرى أكد فالس أن الإرهاب هو خطر يهدد الجميع ويجب على بلاده أن تبذل جهدها لمحاربته. Comme le disent souvent les services, car il faut toujours dire la vérité aux Français. Le problème n'est pas de savoir s'il y aura un attentat de nouveau en France, en Europe, c'est de savoir quand et où. ما زالت فرنسا تخوض حربها ضد الإرهاب وتعتمد الصرامة في القوانين والأفعال حلا للحد من هذه الأزمة. لقناة نهار تي في، هدى فتوان، باريس. أنتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى الأخبار الاقتصادية مع وافية خبابة بعد الفاصل. مساء الخير وافية. مساء النور زهور وبلال. وجديد الرياضة، ما جديد الاقتصاد عفوا. سنستهل أخبارنا الاقتصادية لنهار اليوم بصالون السيارات، حيث جعل القائمون على الصالون 18 للسيارات من الاحترافية شعارا له، لكن زبائنه ومرتادوها يدفعون قيمة السيارات نقدا وينتظرون مدة طويلة لتسلم سيارتهم، وهو ما لا يتوافق ومعنى الاحترافية في هذه الصالونات. تقرير لكمال جفال. الاحترافية شعار أراده القائمون على الطبعة 18 لصالون السيارات، ما أعطى أملا كبيرا لدى الزبائن بأن تكون الطبعة الحالية مختلفة عن سابقتها. الزبون يريد اقتناء سيارة بسعر تنافسي وفق معاملة وصفها الوكلاء بالقانونية. Si le véhicule est disponible, livrable immédiatement, donc bien sûr on demande le paiement 100%. Si le véhicule n'est pas livrable immédiatement avec un délai, bien sûr il y a l'apport. Donc il verse un apport et au moment de la disponibilité du véhicule, il complète le paiement tiers et on procède à la livraison. لكن وبعد قيامنا بجولة قصيرة داخل أروقة المعرض وأثناء تقربنا من بعض الزبائن، اكتشفنا بأن عملية البيع والشراء تتم عبر الدفع نقدا. وي خلصت كاش، خلصت كاش. ايه بيان سور، ميم في لا بانك ولا لا ما تفيرسيش دون ان نيميرو دو كونت ولا تخلص كاش هنايا، وراك تشوفها ما عطاونا الكوات وكذا، وغدوا ان شاء الله نعاود نريكيبري البون دو كوموند ديالي. بالرغم من ان الزبون يدفع ثمن السيارة كاملا، الا ان تسلمه لسيارته الجديدة لا يكون الا بعد 15 يوما في احسن الاحوال، ما اثار استياء العديد من الزبائن. لا ليفريزون كي تقولوا ينجم يبروميك يقول لك مور لا فور نعطيها لك، اسافوار سي زاريفا مانتونير لا بروميس تاعهم. بالك يعطيها لك دون دو موا تروا موا، خاطر مومون كي لورا يحكم اون سوم دارجون في يدو. صاي انت راك داك يبيع لك كيما يحب. لا يختلف اثنان على ان صالون السيارات يعد فرصة لاصحاب الدخل المتوسط، غير ان الوكلاء يقتنصون الفرص لجني اكبر قدر من الارباح، فالى متى يبقى الزبون ضحية تلاعبات هؤلاء الوكلاء؟
وفي قطاع الصناعة يصنع الحديث عن دخول الجزائر عالم الصناعة الميكانيكية بعد صدور دفتر الشروط الجديد يصنع الحدث، حيث أعلن الكثير من رؤساء شركات السيارات نيتهم للاستثمار في المجال، ولعل صناعة قطع الغيار والتجهيزات ستكون نقطة انطلاق صناعة ميكانيكية حقيقية في الجزائر. أحمد محمودي. دفتر الشروط الجديد الخاص بالسيارات عاد إلى الواجهة الحديث عن التحول نحو إنشاء صناعة ميكانيكية حقيقية في الجزائر، تكون فيها صناعة قطع الغيار نقطة الانطلاق والمحور الأساسي للوصول إليها وبلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة. tous les avantages et tout le soutien pour aller dans ce sens, mais pas seulement pour le marché algérien parce qu'il n'est pas, il n'a pas la taille nécessaire pour pouvoir soutenir ce genre de production, mais c'est pour aller investir des marchés extérieurs à travers les maisons mères qui représentent ici en Algérie. وكلاء السيارات من جهتهم أكدوا أن صناعة قطع الغيار نقطة لا مفر منها لما ستعود به من فائدة مالية كبيرة عليهم وعلى الاقتصاد الوطني الذي سيستفيد من تخفيف فاتورة الاستيراد. احنا حابين نعملوا استثمارات والاستثمارات سواء قطع الغيار، وحنا نفضل قطع الغيار لأنه لو كان ديروا قطع الغيار